البلد دي من يوم ظهورها على وش الدنيا وهي بتتحارب، بتتحارب جامد قوي، ومن دول وحضارات ورا بعض ورا بعض. وده مش كلام إنشا ولا جعجعة فاضية، عندكم كتب التاريخ بصوا فيها وافتحوها وشوفوا. يبقى البلد دي محتاجة مننا شغل بجد بقى، نعمل اللي علينا وساعتها هتبقى مصر بجد. ونروح أسوان، الأقصر، اسكندرية، عايزين نشجع السياحة الداخلية، وده مش عيب ولا حرام يعني. خلينا نفتكر إن سيوة أو النوبة أماكن مش هتلاقيها غير في مصر، وإن الجنيه اللي هتصرفه في مصر ده هيرجع لك تاني في شكل خدمات أو أمن، وإن الجنيه اللي هتصرفه في مصر هيدور في منظومة السياحة وهيفتح بيوت ناس كتير. ثم تعالوا هنا، حب البلد مش تطبيل، والاعتراف بحبها مش شيء وحش يعني. عشان الناس اللي بتقول دول بيطبلوا، هو أنا لو ما كنتش هطبل لبلدي هطبل لمين يعني يا حاج؟ عالم غريبة قوي الصراحة. لما تنادي بإن الناس تزور بلدك يبقى ده تطبيل، لما تحب إن بلدك تبقى أحسن بلد في الدنيا يبقى ده تطبيل. لو هو ده التطبيل في عرف بعض الناس يبقى أنا معترفة وفخورة كمان إن أنا بطبل، ده أنا خميس حنكش التطبيل. 30 يوم كنا سوا فيهم مع بعض، رمضان شهر كريم، شهر بطولات، شهر عبادة، والحمد لله كان شهر جميل علينا، لا كهربا اتقطعت ولا أي عدو قدر يمس ومجينا. واسألوا المغتربين، مصر بلد عصية على النسيان، عصية على أي حد يحاول يكسره. مصر وطن عايش لينا وبينا، وكل سنة وانتم طيبين.